طريت الريموت نازلي من اول ما طلعنا نطفي له مبتلش فيها السماعه. المكان يستاهل. ادعس اقطع. تزويد لا اللي بده يزود بنزين. انا تنكي فل. السلام عليكم. الساعة 12:30. جعانين ولا وشي قصتكم؟ خلاص نوصي؟ تاكلوا هنا ولا ناخذ جاهز؟ نزلت يا حبيبي. يا الله ما تعديل الخط. نكمل على البحر. طبعا قبل البحر نوقف عند المسجد نغسل ونتوضا من هالطيان هذه ونكمل على البحر ونقعد للساعه 4 تقريبا نرجع نتغدى في هالمطعم والى الطفيل ان شاء الله. نقول بسم الله. توضا واطلع يلا روح. قرب جاي قرب جاي. ابطا واحد في الجروب. مشينا؟ وين؟ سولت بيتش؟ يلا على شاطئ الملح. احمد بتلحقنا؟ 1 اور ليتر. قريب يمكن 10 كيلو او اقل. احمد خليك انت وصايب مع بعض. يلا بسم الله توكلنا على الله. هذا البيتش يا صايب. بس طريقه صعبة صح؟ في طريق قدام اتوقع لانه لوكيشن حطنا بعيد شوي. اتوقع هذا اقرب. بنكمل لقدام هسه. البحر الميت اخفض بقعة على وجه الارض. بعيدي طينة البحر الميت اتوقع من قدام عند الزارة. ايش رايكم تنزلوا؟ في هوا صح؟ ما عجبهم المحل. في هوا والله. كمل لقدام.
هل بقى؟ بسم الله، توكلنا على الله من جديد، نكمل مسيرنا ان شاء الله. هذا المكان المقترح ان نقعد عنده، بس خلينا نكمل جسر موجب. احتمال يكون في قاعدة افضل من هنا لانه في هواء كمان هنا. ليش كل هالأزمة هذه؟ خلينا نشوف الشباب ايش رايكو. اطفي 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 اطفي، ايش رايكو؟ انا خرمان على شاي، هذي شاي، خرمان على شاي. شاي نطيح نستكشف نشوف. يلا ها، هذا هو شاطئ الملح، معناته هذا هو شاطئ الملح. تشينج روم. يا سلام، من عمره شم طيني؟ واني طيني؟ متعاف حالك يا اخي. شو بدك فيي؟ حرام تخرب كوب. لو فكيس حطيت شوف سبحان الله يا زلمه، تقول شفرات قاسي. باردي؟ سبحان الله، تقول ثلج. بعدين نوعيك في الملح ما بيخليك تزحلك مهما كان حذائك. لاحظين الطلعة صارت طويلة، دراجات من البينات. والله اتوقع هذا الطريق من هنا. وداع عن شاطئ الملح الى وجهتنا التالية ان شاء الله، الى غور المزرعة، على المطعم اللي قبل وقفنا عنده على الساعة 12:30 بدنا نتغدى، الى المطعم ومن ثم الى الطفيلة ان شاء الله. مين ظل؟ صهيب. من المفروض تكون وجهتي على اليسار. هاي الشباب وصلوا. ده كويس.
تقييمي للمطعم 9/10 قبل ما افوت، لانه جربنا تقريبا 3-4 مرات. مطعم ما شاء الله عليه شغله كويس. طيب والله لو تغدينا على 12:30. انت جاهز صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تقييمكم والله انا قيمته قبل ما فوته لاني مجربه والله بعد ان شاء الله ما تزاكي ونظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تغدينا وعبينا بطونه نكمل مشوارنا الى الطفيل ان شاء الله. اضغط والله العظيم لولا لطف الله الا هذاك انقضى علي صار كارثي. الغب تجاوز طلع سياره في وجهه من هناك اخر بنكه ترى على الشمال هناك. والله يا ربنا لطفي. وقفنا اشترينا شويه اغراض، فاصوليا مع باميه مع فلفل. قول بسم الله يلا. السلام عليكم، سامحينا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأمسينا وأمسى الملك لله ومن الغور الصافي بننهم فلقنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فأمان الله.